صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 13 لسنه 2021 بتعيين مديرين في وزاره الاسكان جاء فيه الماده الاولى يعين في وزاره الاسكان كل من السيد محمد عبد العزيز رشدان مديرا لاداره انشاء وصيانه المشاريع الاسكانيه السيدة بلسم علي عبد علي السلمان مديرا لاداره تخطيط وتصميم المشاريع الاسكانيه